كنت مستني الرجاء يكون افضل شويه من البدايه دي، يعني افضل ولا اسوأ مما هو متوقع الرجاء؟ لا ما كنتش مستني اكتر يعني افضل من كده، لان الوداد او الرجاء ياتي خارج من صيف صعب، صيف فيه تخبط كتير على المستوى الاداري، على مستوى اداره النادي الرئاسه، وعلى مستوى سوق الانتقالات وفكره القيد، لانه كان بيواجه مشاكل زي اللي بيواجهها الزمالك في مصر، فكره منع من القيد. فالرجاء عانى من الظروف دي كتير في فتره الصيف بعد الموسم اللي فات اللي هو سيطر فيه على البطولات، فاز بيه بالدوري وفاز بكاس العرش، فوجئ بانه في صيف صعب. فاعتقد انه بدايه الرجاء بدايه بطيئه متماشيه جدا منطقيا مع تحضيراته للموسم، لكن الايجابي في حتى الان بالنسبه للرجاء انه ماشي في الاطار اللي ما يسببش مشاكل جماهيريه ويخلق توتر في البيئه، واهم عنصر فيها هو فكره تصحيح الاوضاع نسبيا في الدوري، لانه كان خسر ماتش ورجع فاز امبارح، والاهم من ده التاهل الى دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا، وده العنصر الاكثر اهميه في رايي في التوقيت ده، لان الخروج من دور المجموعات او عدم التاهل الى دور المجموعات بالنسبه للفرق اللي من نوعيه الرجاء والوداد او المريخ والهلال السوداني اللي احنا هنتكلم عليهم بعد كده، ممكن يسبب مشكله في بدايه الموسم. طيب تعادل الجيش الملكي كان عادلا 1-1؟ بس قبل ما اخش على الجيش الملكي الرجاء سريعا، انا كنت متوقع اللي هيحصل ده للرجاء. ليه؟ اولا خساره المباراتين الاولتين امام النهضه البركانيه واتحاد طنجه، هي كانت ممكن مفاجاه شويه في اتحاد طنجه، ان فريق اتحاد طنجه كان بيعاني من الهبوط، ولكن حتى انا لما تواصلت في مع احد لاعبين نادي اتحاد طنجه والموحد المتالقين اللي هو وليد بن شرفيه اللاعب الجزائري، قال لي ان هم ابقوا على النجوم، ما استعملوش استخدامات ولكن ادوا ثقه كبيره للعيبه، ولكن النتيجه كانت تقيله 3-1 قبلها خساره من النهضه البركانيه. روسو مرسيفكو الراجل المدير الفني اللي كان موجود، الراجل من البداية قال أنا عايز مهاجم، أنا عايز مهاجم، وده ما تمش، لأن أنت أهم مهاجم عندك اللي هو المهدي موهوب اللي رحل إلى الدوري الروسي، الراجل ده لما رحل عمل فراغ في الناحية دي، لأن مهدي موهوب السنة اللي فاتت لحد الأسبوع ال 15 ما كانش يسجل، ولكن لما بدأ يسجل سجل أهداف حاسمة للرجاء. فأنت النهاردة لما عملت استخدامات ما جبتش لعيبة على نفس قدر اللعيبة اللي رحلت، أنت بتتكلم على صيف صعب زي محمد قال. بالظبط كده، أنت بتتكلم على مهدي موهوب، بتتكلم على إسماعيل مقدم، بتتكلم على المكعازي، ما عوضتش التعويض الكافي. فكانت إقالة روسو مرسيفكو كانت متوقعة صحيح، ولكن القادم بقى هل هتكتفي بالجهاز الفني المغربي؟ انا اعتقد ان هيبقى في استخدام لمدير فني اجنبي في الفتره القادمه من اجل الرجاء. طيب الجيش الملكي ايه الاخبار؟ الجيش الملكي مباراه في المجمل تقدر تقول عليها انها مباراه مخيبه للامال شويه بالنسبه لجمهور الجيش الملكي. الجيش الملكي اللي في اول مباراتين انطلق وبقوه امام شباب المحمديه في ملعب البشير، ثم الفوز العريض جدا على في مباراة المكناسي برباعية، ولكن كان في عدة نقاط من مباراة المكناسي اللي تفوق فيها فريق الجيش الملكي. أولا كانت وفاة ياسر الهلالي المشجع المغربي اللي عنده 22 سنة، وده سبب صدمة كبيرة جدا لكل المشجعين لأنه سقط من المدرج، ويمكن حتى في المباراة دي بتاعت المكناسي جمهور الجيش الملكي لم يحتفل بالأهداف اللي سجلت تباعا في المباراة. النقطة الثانية اللي كانت مميزة من لعيبة الجيش الملكي أو إدارة الجيش الملكي إن هم راحوا زاروا أسرة الفتى الذي توفى اللي هو ياسر الهلالي، على رأسهم العرب الناجي ومحمد الشرع المتحدث أو الناطق الرسمي باسم الفريق. النقطة الثالثة والمهمة إن لما اتصدمت بنهضة بركان أنت بدأت تصطدم بالفرق القوية في الدوري المغربي، فكان محك مهم جدا، يمكن حتى زيارة العرب الناجي وقت على الشمال ومحمد الشرع في النص مع أسرة رحمة الله عليه ياسر الهلالي، فكانت لفتة طيبة من الإدارة واللاعبين في الجيش الملكي. لما اصطدمت بمباراة نهضة بركان أمام معين الشعباني كان مباراة محك مهم عشان تعرف أنت فين. الجيش الملكي عمل مباراة جيدة في المجمل، ولكن لما في 10 دقائق في المباراة انت ما اديتهمش بشكل جيد ادت لهدف التعادل اللي سجله ماتيوس، رغم ان كارنيرو سجل هدف اكتر من رائع بتمريرة جويل بيا في الشوط الاول، ولكن 10 دقائق فقدت فيهم السيطرة ادت في النهاية ان انت بتخسر نقطتين على ملعبك لو ملعب القنيطرة اللي انت بتلعب عليه. صحيح. بعض النجوم كان مستواهم متراجع شوية، على رأسهم محمد ربيع حرمات، وده يعتبر كده زي ما تقول عليه ما يستر خط الوسط في نادي الجيش الملكي، فابتعادوا عن مستواه ادى في النهاية ان هم يخسروا نقطتين، ولكن انا متوقع السنة دي احتدام المنافسة بشكل كبير جدا بعد فوز الرجاء. احنا بنتكلم عن 6 فرق ب7 نقط. بالظبط. يعني في منافسة كبيرة، يعني الجيش الملكي موجود 7 نقط. مظبوط. الوداد 7 نقط، نهضة بركان، والرجاء كمان بيحقق
يحقق اول فوز دي على اولمبيك اسفي في ملعب صحيح. المسيره الخضراء طيب. فانت كل ده هيخلي المنافسه قويه جدا في الدوري المغربي في انطلاقته، فهي مسيره واعده بدون نقاش بالنسبه للدوري المغربي.